السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة Infinite Game، واليوم جبت لكم أخبار مثيرة للاهتمام وتفاصيل عن الألعاب اللي راح تنزل في أيام الجاية، فخلونا نبدأ أخبار بلا حدود ومشاهدة ممتعة للجميع. تم تغيير موعد صدور لعبة ياكوزا لايك دراجون. هذه اللعبة المفروض كانت تنزل في 13 نوفمبر 2020، أما الحين راح تنزل في 10 نوفمبر 2020 مع موعد صدور جهاز اكس بوكس سيريس اكس. هذا الجزء هي الجزء السابع في سلسلة هذه اللعبة، وهذا الجزء بيكون فيه اختلاف في اسلوب القتال وتبادل أدوار في الشخصيات المتواجدة في اللعبة، غير تحسينات في الجرافيكس وحركات الشخصيات في اللعبة. واخيرا تم الاعلان عن لعبه اموتل فينيكس رايزنج. اللي فهمت من اعلان يا جماعه الخير راح يكون عندك القوه الالهيه، من خلال هذا القوه راح تنقذ الحضاره الاغريقيه من اللعنه اللي صابتهم. انت راح تواجه الوحوش والمخلوقات الغريبه، وبيكون عندك 4 اسلحه، كل سلاح له اسلوب الخاص فيه. فكره اللعبه يا جماعه الخير ماخوذه من الثقافه اليونانيه، فهدفك في اللعبه انك راح تحرر اللعنه اللي صابت من الحضاره الاغريقيه. انا متوقع بصراحه اللعبه راح يحقق نجاح كبير، وكتبوا لي في التعليقات ايش رايك بهذه اللعبه، هل تتوقعون نجاح هذه اللعبه او لا. تم الاعلان رسميا عن لعبة Prince of Persia Remake. هذا اللعبة جماعة الخير من تطوير شركة Ubisoft، وراح تنزل في تاريخ 21 يناير 2021 على جميع المنصات. اللي ما عنده خلفية جماعة الخير عن اللعبة، اللعبة بالأصل نازلة في عام 1989، يعني اللعبة قديمة جدا يا جماعة الخير، فاللي ما لعبها في وقت السابق بمقدوره يلعبها في وقت الحالي. تم الإعلان يا جماعة الخير عن لعبة فيجا ذا لونجست نايت. هذه اللعبة يا جماعة الخير شبيهة جدا للعبة هالو نايت. إذا كنت أنت من محبين لعبة هالو نايت أكيد راح يعجبك هذه اللعبة، لأن نفس أسلوب اللعب، الفرق بينهم تقريبا بس الرسوميات أو الجرافيكس. واللعبة شبيهة جدا باللعبة بلاسفومس من ناحية الألوان. اللعبة راح تنزل في تاريخ 14 أكتوبر لمنصة البي سي ونينتندو سويتش. على حساب الرسمي للعبة كرايسيس عن طور جديد بمسمى كانتران كرايسيس. هذا الطور يا جماعة الخير راح يستغل قدرات الحاسب الشخصي إلى أقصى حد، وفائدة هذا الطور يا جماعة الخير راح يعطيك كمية كبيرة من التفاصيل في اللعبة. يفضل ما تشغل هذا الطور إلا كان عندك كرت شاشة 2080 أو 2080 Ti، على أساس تشغل اللعبة بنعومة ومن دون أي مشاكل. تم نشر مجموعة من التصاميم الفنية للعبة Scarlet Nexus، وهذه التصاميم يا جماعة الخير يوضح بيئات اللعبة وكما يوضح الخصوم اللي راح تواجهها في اللعبة. هذه اللعبة يا جماعة الخير لعبة أكشن وهاكن سلاش من تطوير شركة بانداي نامكو، وما وصلنا أي معلومات عن موعد صدور هذه اللعبة حتى الآن. قولوا لي في التعليقات إذا كنتوا حابين أسوي فيديو منفصل عن هذه اللعبة. تم الإعلان يا جماعة الخير عن مواصفات إكس بوكس سيريس إس. المعالج بتكون على 8 نواة على سرعة 3.6 جيجا هرتز. إذا فعلت النواة الافتراضية بيكون سرعتها تقريبا 3.4. وبتوفر كرت الشاشة على معمارية RDNA 2 بقوة 4 تيرافلوبس، وسيضم 20 وحدة حسابية بمقارنة على 36 وحدة حسابية على البلايستيشن 5. يتوفر الجهاز يا جماعة الخير 10 جيجا باب من الذاكرة العشوائية على سرعة 256 في الثانية، ويحمل وحدة تخزين 500 جي بي من فئة SSD. بيحتوي الجهاز يا جماعة الخير على HDMI 2.1 اللي يدعم 120 إطار على 2K و 4K، وبيكون سعر الجهاز تقريبا $300. فاكتبوا لي في التعليقات ايش رايكم بهذا الجهاز، هل تتوقعون راح يحقق نجاح او لا. طيب يا جماعة الخير وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تدعمونا باللايك والشير، اكتبوا لنا في التعليقات ايش رايكم بالاخبار لهذا الاسبوع. كان معكم عادل من قناة Infinite Gaming، ومتقابل الفيديو القادم. سلام.